كابتن رضا، ليك اي تعقيب على ايه؟ على كلام كابتن فتحي؟ حبيبي كابتن فتحي، بس هو انت بتساله سؤال، التعقيب بتاعي بس ان هو كان في جماهير بتاخد فلوس عشان تشجع كابتن جوهري. هو قال كان بيجيب لهم تذاكر، يعني اللي هو احنا في دار الايتام يعني واحنا بيساعدهم. فاتحين ازاي يعني؟ ما مصر كلها بتبقى عايزه تروح الاستاد، اشمعنى دول يعني؟ اشمعنى ما كانش حد من الجماهير دي كانت بتنادي على لعيب معين؟ لان واخدين تعليمات ان هو بس كابتن جوهري اللي اتنادى عليه، غير كده مفيش حد يتنادى عليه تاني. بس وبعدين هو في وسط الكلام رجع قال لك لا، كان بياخده عشان الناس المحتاجه، وانا الف بقى على مصر كلها عشان اشوف المحتاج واللي معهوش فلوس يحضر الماتش. الماتشات دي ناس معينه اللي بتحضرها وبيبقوا معروفين يعني. بس هو ده التعقيب اللي ليا على الكابتن فتحي انت يعني. عشان الجزئيه تخصك. لا مش تخصني، طب اتكلم يعني على لا، ايه تاني؟ هو هي الفكره ان برضه الكابتن جوهري، ما هو قال الكلام مهم جدا، وانا كنت قلت لحضرتك قبل كده ان الجوهري تاريخه كبير واسمه كبير، وحد وبالتالي مش اختلف؟ محتاج ان هو يدفع تذكره او حد اختلف؟ محدش اختلف. بس هو كان عامل حاجه اسمها رابطات، رابطه بتاعت اسكندريه، رابطه بتاعت المحله، رابطه بتاعت الصعيد، رابطه بتاعت بورسعيد، رابطه الاهلي، رابطه الزمالك، الكلام ده. ما هو ده اللي كان بيديهم فلوس او التذاكر عشان يخشوا الماتشات، وفلوس هو خلي كان عامل بالك. رابطه منتخب مصر. هي كانت اسمها هو اللي باين للناس ان هي رابطه منتخب مصر، انما في الاساس رابطه الجوهري. تعالى كده في الفتره دي كلها هاتوا ان هو ندوة على لعيب، مع ان كان في نجوم. هات كده اي بس النجم الابرز كان الجوهري. ليه يعني؟ اللي ليه؟ ليه زي يعني؟ وقت برضو 2006 و8 و10 كان في نجوم كتير، بس النجم الابرز هو حسن شحاته. لا كابتن حسن اول دوره، لا كان حسن شحاته طول عمره نجم كده. طب ما اختلفناش، ما انا لسه جاي لك. بص خليني اكمل يا اما ما تقطعنيش، كمل انت. مش هتكلم، بص يا حبيب قلبي، كابتن اتفضل. حسن لما جه غصب عن ناس كتير قوي، وكابتن عصام بنعم هو اللي جابه، وجه ساعتها لو تفتكر في تصفيات كاس عالم لما كانت مصر بعيد خالص، 2005 وجه بعد كده كسبنا ماتشين وكسبنا الكاميرون هناك لو تفتكر، ولو كان في ماتش بس كان الجهاز اللي قبليه كان كسبان وكنا احنا اللي صعدنا. لو ترجع بالذاكره بالظبط صح. يعني الراجل جابك برضو من ورا لقدام، ولو في ماتش بس من اللي احنا خسرناهم او تعادلناهم كان هيفرق كتير، وكنت انت اللي صعدت مكان الكاميرون ساعتها، وكان باين كوت ديفوار حاجه زي كده هي اللي طلعت. احنا كسبنا الكاميرون ففي فرقه تانية هي اللي تعادلت او كسبت، هي اللي وصلت. انما مصر لو كانت كسبت قبل ما يجي كابتن حسن كان هو اللي صعد. بعد كده جه دخلنا على 2006، 2006 منها كانت في مصر، فمره يقول لك التحكيم، مره يقول لك ولاد الريس هم اللي كانوا بيشتروا الماتشات، ومره يقول لك لا الجماهير، ومره يعني. انما جينا في الاساس عشان ان احنا خدناها بضربات الجزاء في الاخر، فبرضه ما حسيتش ببصمات الكابتن حسن قوي. حسينا بيه امتى بقى؟ في 2008. وانا بقول من وجهه نظري انا، سيبك من الاداء وسيبك من الكوره وسيبك من النتائج، لما يكون انت عندك لعيبه في الوقت ده بالامكانيات الهائله دي كلها، ومدرب زي كابتن حسن كده يتحكم فيهم ويطلعوا احسن ما عندهم، دي بتحسب للمدرب. كان عندك ابو تريكه وزدان وعمرو زكي وعماد متعب وشوقي وحسني عبد ربه، ومش عايز انسى حد، وعصام الحضري واحمد فتحي ووائل جم صح، وابراهيم سعيد، وكان عماد النحاس شويه، وبعد كده وجده كوكبه. لا وزدان. جده في 2010 ما انا بكلمك وزدان واخد بالك. فلما جه بعد كده بقى 2006 2008 تحسب قوي للكابتن حسن شحاته بكم النجوم اللي كانوا معاه، وبركات طبعا وابو تريكه عشان ما ننساش حد. بعد كده رحنا 2010 ابو تريكه ما راحش، فاكر؟ بركات ما راحش، ميدو ما راحش وخد مكانه جده، وكان في لغط في الشارع المصري، ازاي انت بتاخد واحد زي جده وسايب واحد محترف زي ميدو؟ حصل؟ وانا اول واحد من الناس اللي قلت يا عم الكابتن حسن خده عشان ما وقعده على الدكه او طلعه، بس المهم خده. فهو كان له وجهه نظر سبقنا كلنا. مين اللي جاب البطوله دي؟ ربنا، ثم الكابتن حسن، ثم جده، لان هو الكابتن حسن له رؤيه تانية خالص كانت مختلفه. الراجل بينزل 10 دقائق ربع ساعه، في ناس سمعت كذا حديث يعني يقول لك ايه في الدقيقه 64 كان لازم ينزل، اصل هو بيتفائل. طب ليه ما تقولش ان في الدقيقه 64 دي
لما بينزله فاضل 26 دقيقه او 25 دقيقه والراجل ده بينزل بيقول ان دي كل القوه بتاعته هتظهر في ال 25 دقيقه دول بس، او الفرقه الثانيه بتكون انهاكت طول ال، هو كان ارى الفرقه والكلام بس انا بقول لك لما ينزل جده في التوقيت ده ويجيب له جون في اي وقت يبقى اذا الراجل على درايه بقى. انما احنا نقول لك ليه اصل كان بيتفائل وشوف بقى عشان يضيعوا مجهود ويقول لك ايه في الدقيقه 64 بالظبط ينزل الراجل ده، ما يمكن بدنيا وفنيا وكل حاجه ان ال 25 دقيقه اللي فاضله دولت ان الراجل ده هتبقى قوته في ال 25 دقيقه دول، لا يقول لك ايه لا اصل هو بيتفائل. ما تبطلوا بقى يا عم، هو انت ما لقيتوش في الورد عيب تقولوا له احمر الخدين ماشي بس